هنا أطلقت بوابة موهبة الإلكترونية رسمياً في هذا الحفل البهيج والذي كان برعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم ونائب رئيس مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع. وقد ناب عنه معالي الدكتور خالد السبتي نائب وزير التربية والتعليم والأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع. موهبة، هذه المؤسسة الوطنية التي تعنى بالموهبة والإبداع والابتكار من أجل المساهمة في بناء الاقتصاد المعرفي. دكتور، ما الذي تهدف له موهبة من خلال هذه المشاريع، وما الذي تريد أن تحصله وترى نتائجه على الموهوبين والمخترعين والمبتكرين؟ هو طبعا الهدف الرئيسي هو دعم التحول إلى مجتمع المعرفة، والدول تحولت، المجتمعات تحولت من مجتمعات زراعية ورعوية إلى مجتمعات صناعية، ثم الآن في طريقها للتحول إلى مجتمعات المعرفة. مصادر الثروة في المجتمعات الزراعية هي كانت المياه والأرض والقوة الجسدية. في المجتمعات الصناعية مصادر الثروة هي الثروات الطبيعية من غاز ومن معادن ومن بترول وأمور مختلفة والمصانع وخلافه. في المجتمع المعرفة مصادر الثروة هو الإنسان، من فكره، من اختراعه، من إبداعه، من تميزه. وبالتالي هدفنا أنه الإنسان السعودي يكون هو المصدر الثروة الرئيسي للوطن من خلال إنتاجه وإبداعه وتميزه وابتكاره. فهذا هو الهدف النهائي، وهذا هو الآن يعني هدف رسمي وأحد مرتكزات خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية، ويتم من خلالها بناء قاعدة. بوابة موهبة هي الواجهة الإلكترونية لكل مبادرات مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ورؤية البوابة في أن تكون مرجعاً رئيسياً للموهبة والإبداع والابتكار في العالم العربي. ومن أهم أهدافها نشر ثقافة الموهبة. وتحتوي بوابة موهبة على محتوى علمي يحتوي على مواضيع مهمة وجديدة حول الموهبة والإبداع والابتكار، كما أن للبوابة مكونات تفاعلية مثل العب وابدع، والتي تحتوي على العديد من الألعاب التي تنمي مهارات التفكير، وكذلك سيرة، والتي يمارس المستخدم من خلالها كتابة السيرة الذاتية، والمنتديات التي يتفاعل من خلالها مستخدمو البوابة. فضلا عن كل ذلك، تقدم بوابة موهبة الكثير من الخدمات كخدمة تخيل، والتي تمكن المستخدم من تطوير الأفكار الابتكارية، وخدمة شاور، والتي تقدم الاستشارات التربوية والإرشادية وفق إطار أسري. كل هذا من أجل أن تكون بوابة موهبة جزءاً من حياة الأسرة السعودية لبيئة حلم. دكتور، ممكن تعلمنا كم فترة اللي استغرقتها لبناء هذه البوابة، مع ذكر الفترة التجريبية أيضا، كم استغرقت وكيف قيمتوها؟ طبعا فكرة البوابة بدأت من تقريبا أكثر من 3 سنوات نظرا لأهميتها كمشروع استراتيجي للمؤسسة، وحرصنا من ذلك الوقت على أولا تحليل الاحتياجات وتحليل الوضع الراهن، بمعنى هل توجد بوابات يعني في المملكة أو في العالم العربي تخدم هذه الفئة أم لا. كذلك تم التعرف على أفضل الممارسات العالمية والدولية في مجال البوابات، حيث تقريبا رجعنا أكثر من 500 بوابة عالمية ودولية. بعد ذلك تم تحديد خلينا نقول توجهات البوابة الرئيسية والفئات المستهدفة منها، وعملنا على تطوير محتوى لكل فئة من هذه الفئات ووفق رؤية علمية. ما لن ولم فقط نأتي بمعلومات من لا، المعلومات أساسا ما هي موجودة، هي طورت للبوابة. فبالتالي فريق عمل عليها عمل للبواب، والحمد لله الآن الفريق يقوم بأداء هذا العمل بشكل احترافي ومهني عالي، وعملية التغذية والتطوير مستمر، يعني مستمر منذ وقت طويل في البواب. طبعا التدشين هو تدشين رسمي، التشغيل التجريبي تقريبا كامل له تقريبا له 2 سنين التشغيل التجريبي. الحمد لله خلال هذه الفترة تم عدد المسجلين أكثر من 114 ألف عضو في البوابة،
90% منهم من الطلاب، بلغ عدد الزوار أكثر من 3.5 مليون زائر للبوابة، والحمد لله يعني التفاعل الكبير اللي لمسناه من المستخدمين البوابة أعطانا دافع وحافز أكبر للتطوير بشكل أكثر. والحمد لله ترى على فكرة الفترة القادمة إن شاء الله حتكون يعني حافلة بكثير من التجديد على مستوى البوابة. يمكن أنا أدعوكم من خلال قناتكم صراحة للتفاعل مع البوابة، وترى نحن مستعدين أولا نبغاكم لكم دور أساسا في دعوة المشاهدين قناة تبعكم للتسويف في البوابة والتفاعل معها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فيصل، طالب في الصف الثالث ثانوي، وهذه أختي. ولأن موهبة تعنى بالموهبة والإبداع والابتكار، احتوى الحفل على فقرات كثيرة تجمع بين المتعة والإبداع. فبعد أن ألقى الدكتور عادل القعيد رئيس اللجنة الإشرافية لبوابة موهبة كلمة عن بوابة موهبة وعن تحول الحلم إلى واقع، تم عرض فيلم وثائقي قصير عن تجارب بعض المستفيدين من البوابة، كما تم عرض مشهد مسرحي بعنوان موهبتي مع البوابة قبل أن يتم الإطلاق الرسمي للبوابة. ثم تبع ذلك كلمة ألقاها معالي الدكتور خالد السبتي الأمين العام لموهبة قبل أن يختم الحفل بتكريم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود راعي الحفل، وقد ناب عنه في التكريم معالي الدكتور خالد السبتي. إلى أن الحمد لله أصبحت اختراع. دكتور، هل من كلمة أخيرة توجهها للمبتكرين والمخترعين من خلال تلفزيون استرلاب؟ والله يعني كلمتي انه يعني كل واحد موهوب ومبدع الله سبحانه اعطاه النعمه، و فلا بد انه يستثمرها الاستثمار الامثل، ويعني يخدم فيها نفسه اولا واسرته ووطنه. الامر الاخر، مسار او مسيره الموهبه الابداع والابتكار هي مسيره ما هي سهله، بتكون فيها صعوبات، بيكون فيها تحديات، بيكون فيها احباطات، ف لابد يكون فيه المقاومة والصبر، ويعني حلاوة النجاح يأتي بعد تخطي العقبات والتحديات المختلفة. فهالنصيحتين وهم الآن يعني سبحان الله قديما وحديثا ومستقبلا، الإنسان هو الأساس. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بما معناه الرجال كإبل ماء لا تكاد تجد فيهم إلا راحلة، فتقريبا أقل من 1%، فهم يمثلون نخبة المجتمع. فأي مجتمع فإن الله وفق وطرح فيهم البركة فراح يقودونه للأفضل ويقودونه للازدهار والتقدم إن شاء الله. شكرا لك دكتور، وألف مبروك مرة ثانية افتتاح بوابة موهبة. الله يبارك فيكم، وتمنيات لمحطة الاسترلاب بكل نجاح وتميز، وهي شريك معنا في مسيرة الموهبة والإبداع والابتكار في المملكة. شكرا جزيلا لك. بوابة موهبة، بمشاريع كهذه نمشي بخطوات واثقة نحو اقتصاد مبني على المعرفة، ونمشي بخطوات واثقة من أجل النهوض بالأمة. كان معكم من حفل افتتاح بوابة موهبة فيصل آل صقر من تلفزيون استرلاب.